وكأنه لم يكفي النازحين ما حل بهم من مآسي حتى بدأت جهات تتكسب باسمهم. نازحون في محافظة صلاح الدين يروون قصتهم مع جهة ادعت أنها منظمة وقامت بتبصيمهم على مستندات لا يعرفون فحواها، ففوجئوا بعد سنوات بأن عليهم قروضا للدولة واستلموا منها مبالغ كبيرة. استاذ احنا نازحين من يعني جنوب صلاح الدين، وناس من دجله يعني الكاشيفه، وناس من سامره يعني الخارج سامره، كلنا احنا هنا نزحنا يعني بمجمعات تدري 75 عائله وبها اكثر، بعد التباليغ ما وصلت. جانا يعني الناس قالوا نحن نساعدكم، اعطينا مستمسكاتكم نساعدكم، كل واحد ورقتين، وانطينا تقريبا هنا 75 عائله، 75 عائله انطت مستمسكاتها، ورا ثلاث ايام قالوا لنا تعالوا استلموا المنحة 250 اي ورقتين يعني، وجماعة من الدجلة ناحية الدجلة ومن مكيشيفة، احنا رحنا استلمناهن هسه ورا 5 سنوات تطلع علينا قروض وماخذين سيارات. ظاهرة النصب والاحتيال على النازحين انتشرت في مناطق عديدة ووقع في فخها كثير من العائلات البسيطة. احنا حوالي بس 70 فوق 70 يعني نفر، رحنا وقعنا على اوراق، ما انا والله مني واحد انا احكي لك على نفسي، والله انا ما اعرف احكي، ما اعرف لا اكتب ولا اقرا، وانطونا اوراق بصمنا عليهن وانطونا كل واحد ورقتين ومشينا. شو هسه صار من 2016 احنا نحكي، شو هسه طلعت يقول قرض، كل واحد قرض سياره براسه ما ادري شنو. ويخشى النازحون ان تكون عمليات النصب والاحتيال مدبره حكوميا لمساومتهم بين سداد المبالغ الوهميه المترتبه عليهم وبين التخلي عن عقاراتهم واراضيهم في مناطقهم، وكل ذلك يصب في خانه التغيير الديموغرافي.